في حالات يا دكتور ممكن ما ينفعش معاها الزراعة؟ في حالات ما ينفعش معاها الزراعة أكيد. المريض الذي لا يسيطر على السكر ده نمرة واحد. المريض المستهتر اللي أقول له عندك سكر يقول لي لأ أجيب المعمل نلاقيه 400، ده أخاف منه جدا. حالات احيانا الفشل مرضى التلوي. مرضى السكر يا دكتور ما بيبقاش احيانا مرضى السكر ما بيبقاش عندهم او ما يعرفوش ان هم عندهم سكر، ولما ممكن مع دكتور الاسنان يكتشف ان هو عنده سكر. ماشي، بقول له روح لدكتور البشري دكتور السكر طب الاعراض ونظم نفسك. الاعراض ايه اللي ممكن؟ اللخلخه بتاعت السنان. اللخلخه بلاقي كل السنان لوس لخلخه واقعه، ما هو يا اما مهمل قوي، اوقات بيبقى راجل لابس كويس واخد باله من نفسه واسنانه متحركه، فاقول له حللت السكر يقول لي لا ما جربتش. حلل فيكتشف وبقى عنده سكر تحت تاني. علاج منظم قوي اعمل له زرع، مفيش اي مشكله. انما مستهتر لا. كمان الانسان المهمل جدا ما اقدرش اعمل في له العنايه ورد. وتنظيف الاسنان طبعا. الفشل الكلوي بخاف منه برضه. ليه؟ ليه يا دكتور المضادات ليه؟ الحيويه ما بتشتغلش، لما تدي له مضاد حيوي ما يشتغلش، بيصاحبها دايما هو بعد مشاكل في العظم. بعد زراعة الأسنان لازم المريض ياخد مضادات حيوية؟ ضروري طبعا. طب نقول لنا يا دكتور عن احتياطات بقى قبل وبعد بالنسبة للناس اللي عملت زراعة. يعني قبل خليني المناعة أقول، نتدخل نعمل جراحة خليني أقول نصيحة. أنا ليا كتاب اسمه أرجوك لا تفقد أسنانك. بقول في إيه الكتاب ده؟ بقول له يعني إحنا مش بنفرح بالمريض اللي جاي أسنانه واقعة، إنما إحنا عايزين المريض المنظم اللي يجي كل سنة مرة لدكتور السنان ينظف له أسنانه ويشيل له جير، اللي بيستعمل الفرشة صباحا ومساء بالطريقة الصح، هو ده المريض اللي إحنا بنحبه. ونفضل معاه بهذا الشكل، يجي في يوم من الأيام لا سمح الله فقد سنة يعمل غرز. ده المريض اللي انا اتمنى ان يكون كل الناس بالشكل ده. ايه اللي مطلوب منه؟ مطلوب منه لو ما بينضفش اسنانه يشتري فرشه، اي فرشه واي معجون. يعني انا اقول له اشتري ارخص معجون، واعمل سنانك الفوقانيه على النازل والتحتانيه على الطالع، مره الصبح ومره بالليل، وعلم ولادك هذا. يبقى انا كده بطلع مريض صالح طبعا او انسان صالح، هو مش مريض. طريقه تانية، يا ما ناس تقعد طول النهار تصور نفسها بالموبايل، مش كده؟ صور سنانك وبص فيها، لقيت خطوط سودة اعرف ان ده تسويس. صور السنان القدامانيه لقيت حاجات صفرة حوالين السنان اعرف ان ده جير. فهناك الكثير من النصايح بنقولها للمريض ومحدش بيسمع بكل طبعا اسف. يعني طبعا عشان ما نلجأش بقى نمره اتنين، للحاجات ودي اللي اهم بنتكلم من ده عنها. كله، الطفل اللي طالع انشئه او علمه منذ الصغر ان اسنانه مهمه. خليه يبص في المرايه ويشوفها نظيفه ولا لا، خليه يصور بقه بالموبايل ويجي يفرجهولك. الاطفال يا دكتور زي ما كنا قلنا في بدايه الحلقه ان لازم ننمي عندهم ثقافه انهم يحافظوا ويعتنوا بالتاكيد يا باسنانهم. فندم. المفروض نعملها ازاي يا دكتور؟ الطفل المفروض يغسل سنانه من امتى؟ لا، الطفل بيغسل سنانه من مجرد ما يبتدي يتحرك. يعني اول حاجه بنديله الفرشه يلعب بيها. بالظبط، دي مهمه جدا. يعني انا ليا حفيدتي يمكن هفكر اخليها تجيب فرشه الاسبوع الجاي مثلا. عندها كام سنه؟ هي عندها سنة من سن وشهر. كام؟ من عندها اول سنة وشهر. من اول كمان ما يبدأوا ياكلوا، هما بتهيألي بياكلوا من أول يوم. لا ده هو في 6 شهور مفروض أو أربع يعني شهور نخلي دي حاجة محببة طبعا له. طبعا نحببها يعني لهم زي ما عشان بجيب له يتقبلوها دب صغير ولا حاجة ويحبوا يعملوها. أجيب له، تبقى أجيب له فرشة كبيرة يتفرج عليها ويلعب بيها وبعد كده ياخد عليها. يعني طبعا الأسرة عليها دور كبير جدا جدا طبعا جدا. طبعا. ويا ريت إن كلنا نفكر في الموضوع ده، إزاي ننشئ جيل مش بس متعلم، لأ متعلم صحيا.
الثقافة الصحية مطلوبة جدا 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 وبالذات في مصر. طبعا طبعا. يعني لو أنشأنا هذا الجيل هننشئ جيل اللي هيهتم بسنانه مش هيهتم بصحة جسمه. طبعا لا أكيد هيهتم بيها. الاهتمام بالصحة والثقافة. إنما إحنا بناخد السنان والثقافة دي الصحية دي هتوفر حاجات كتيرة كتيرة جدا علينا وعلى الناس جميعا يعني يا دكتور. وبعدين كتير جدا هنتجنب أمراض كتيرة وهنتجنب مشاكل كتير. طبعا. يبقى هنحافظ على صحته كلها. بالظبط بالظبط. وأنا دايما أقول للمريض هو عشان عندك 32 سنة يبقى لما تفقد واحدة ما يهمكش. كل سنة له وظيفته. في للأسف ناس مش مهم مسوسة حتى يشيلوا ملهاش مش محتاجة تتشال. أنا مش عايز علاج عصبي. أنا مش عايز حشو شيل على طول. شيل دي طيب. يعني حاجة بنتمناها. ده بالنسبة للاحتياطات يا دكتور إن هي العادية قبل ما تتم الزراعة، بعد الزراعة يا دكتور. إيه هي الاحتياطات المفروض يعملها وهل في أهمية المتابعة؟ هقول لك اللي بقوله للمريض بالظبط. انت عملت استثمار لان الغرس مكلف. أيوة. بقول له انت عملت استثمار في بقك ارجوك حافظ عليه. ما بجيبهالوش صحه ومش صحه بقول له لا انت عملت استثمار في بقك حافظ عليه. طب ازاي؟ ابتدي اقول له فرشه السنان والمعجون وفي جهاز بيتباع في الاجزخانات بيطلع ميه تحت ضغط اسمه ووتر بيك اسم عالمي. بتحطيه بس فوق ده الحوض. ده يا دكتور عشان يعني ما ممكن نستخدم الفلوس الخيط جميل الخيط الطبي عشان كبديل الووتر بيك بيطلع الميه بدفعات وبيطلع لو في بواقي اكل وفي بالزبط. نفس الوقت بيعمل مساج. هي بواقي الاكل مش هتاثر على الغرسه نفسها يا دكتور ولا طبعا. هتاثر على اللثه سبب مشاكل يعني ايه المشاكل بقى؟ تعالي ناخد بواقي اكل في ده. انا فكرتي يا دكتور ان هو السنه دي مش زي السن الحقيقيه اللي ركبت فممكن واحد هتسوس؟ ليه؟ لانها ما سيبك من التسويس. لا انا قصدي انا مش قلقانه انا قلقانه على العظم. بالظبط بالظبط ده اللي بتكلم عليه. انت عارفه النهارده لما يجي حد من الدكاتره اللي عندي يخلعه اوعى تخلع لي حاجه من العظم. احنا زمان كنا نخلع كده باليمين وبالشمال. ايوه. دلوقتي بنخلع بمنتهى الهدوء وبنقص السن اوقات جزئين عشان نحافظ على العظم. لان العظم ده هو الخميره اللي هقدر احط فيها غرسات. طبعا دي مهمه. اكمل سعادتك اللي بقوله للمريض اللي غرس. طب بقول له هذا الاستثمار ناخد مختار ونرجع نكمل كلامنا. استاذنك يا